فاكر اول بطوله خدتها مع النادي الاهلي يا كابتن؟ سنة 57 57 الدوري العام الدوري العام والكاس، لعبنا الكاس اتقسم بيننا وبين نادي الزمالك. مين النجوم بقى اللي كانوا في فرقتك بقى، فرقه النادي الاهلي اللي هم كانوا سطعين قوي؟ كان رفعت فناجيلي وصالح سليم وعبد الوهاب وطارق سليم وعبد الوهاب سليم، طلعت عبد الحميد الجوهري كابتن شربيني طبعا كابتن طلعت وكان عادل هيكل كان عندنا ثلاث جوال، وكان كابتن سعيد ابو النور كان سيرد باك ولا سعيد جيم؟ سعيد يمكن بعدها كابتن رضا ابو حميد، كان رضا ابو حميد وطلعت وكان طارق سليم باك، وكان ثلاث باكات يعني. ايوه كان ثلاث باكات، طريقه السيرد باك اللي هي الدبليو ام يعني اللي كان بيلعب بيها. بقول لك احنا لعبنا بكل طرق اللعب دي اللي كانت شايعه يعني الطريقه. ده الماتش ده الكاس ده لعبناه مرتين، مره تعادلنا بعد وقت اضافي 2-2 ومره تعادلنا بعد وقت اضافي 0-0 مع الزمالك. وكان في ملعب الترسانه الماتشين، وقالوا يتقسم الكاس، فعملوا طص مين ياخد الاول، فكان المشير على ما اعتقد كان موجود. فالناس بقى بتتنظر وتضحك، قال لك ده المشير كتب الزمالك ورقتين الزمالك عشان الزمالك خد الاول. لا ما هو ادالك ال 30 جنيه عشان تتنازله للزمالك. لا يعني هو فكاهه، لكن هو طبعا لا محترم. اتعمل التوس والزمالك خدوا 6 شهور، وبعدين احنا خدنا 6 شهور تانيين. ست شهور وست شهور ست شهور وست داخلين جمعيه يا كابتن.